أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه الكلمة محذور شرعي، وهي قول بعضهم بلعون إنك صادق، أو قولهم والعون وهي معناها عندنا كيف الحال؟ إذا كان هذا حلف فإنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: حلف بغير الله قد أشرك، كفر أو أشرك. إذا كان هذا يقصد منه الحلف بمخلوق فإنه محرم وشرك، على المسلم أن يترك هذا ولو كان الناس يستعملون، لا تستعمله أنت. نعم.